لا حول ولا قوة إلا بالله. فوتشو تقلبات منين؟ كيكونوا جالسين مع العائلة ديالنا في الديور، جالسين حتى كنسمعوا زداد شنو واقع، الطوموبيلات كيتقلبوا هنايا. السبب هو انه كاين واحد الفيراج خطير هنايا كما كتشوفوا. هو هاد المرات كتوصل جوج ثلاثة، وحنا وصلنا مثلا أربعة ديال حوالي تسات في هاد البلاصة هادي. أغلبية الناس كيتعرضوا لإصابات خطيرة هنايا، وكاين الناس اللي فقدت الأرواح هنايا. دارنا على واحد البنت صغيرة الله يرحمها مسكينة اللي متوفات هنايا، باقا في السيارة يلاه جبدوها توفات. المهم حالة ما عندك ما تشوف، علاش؟ بسبب هذا الفيراج هذا اللي كتشوفوا هنا. كما كتشوف هاد البلاصة اللي كيتقلبوا فيها الطوموبيل راه حداها كاين كامبو ديال الكرة، كيقولوا العيال الصغارين كيلعبوا فيه، راه هو كامبو ديال الكرة، كيقولوا العيال الصغارين كيلعبوا. تخيل مع العيال الصغارين لاعبين لعب الكرة، حتى كتسمع مع راسهم بزاف، كيجبروا الله يحفظ الطوموبيل المقلوبة عليها، كيجبروا مجراو كيجبروا كل نهار. السلام عليكم، صفتي واحد من ساكنات حي العزيب بالمغوغه. حاليا رجعنا عايشين الرعب في هذه البلاصه هذه بسبب كثره ديال الحوادث السلو كيوقعوا هنايا. كيكونوا جالسين مع العائلات ديالنا في الديور، جالسين حتى كنسمعوا زداد شنو واقع، الطوموبيلات كيتقلبوا هنايا. والسبب هو انه كاين واحد الفيراج خطير هنايا كما كتشوفوا. هو هنايا كاين واحد المنغرج خطير بزاف، وما كاينش بلاكات اللي كيعلموا الناس انه كاين فيراج هنايا. السيد كيكون ماجي بوفري الطوموبيل ما بين مالي حتى كتلعب هنايا، اغلبيه الطوموبيل كتقلب هنايا. هاد الايام هذه خصوصا فصل الصيف كما كنعرفوا طنجة عمرات بزاف، كاين الناس اللي كيبغيو يختصروا الطريق، كيدوزوا من الطريق هادي باش يختصروا الطريق ديال المدينة، وما كيكونوش عارفين أنه كاين هاد الفيراج هنايا، حتى الله يحفظ كيجبروا راسهم مقلوبين هنايا. بعض المرات كتوصل جوج ثلاثة، وحما وصلت حتى أربعة ديال الحوادث السير في هاد البلاصة هادي. أغلبية الناس كيتعرضوا لإصابات خطيرة هنايا، وكاين الناس اللي فقدت الأرواح هنايا. حضرنا على واحد البنت صغيرة الله يرحمها مسكينة اللي متوفات هنايا، باقا في السيارة يلاه جبدوها توفات. المهم واحد الحاله ما عندك ما تشوف، علاش؟ بسبب هذا الفيراج هذا اللي كتشوفوا هذا. المشكل ما كاينش شي بلاكه هنايا اولا شي حاجه اللي تعلم ديك السائق انه يقلل السرعه ولا شي حاجه، يعني السائق مسكين ما بين ما عليه ماشي، يقدر يكون ماشي ضروري يكون ماشي بسرعه عاليه، يقدر يكون ماشي غير ب 50 ولا ب 60، ولكن هاد الارض هذه الارض جات مايله شويه، جات كتزلق هنايا، زد عليها انه جا كاين فيراج، ما كيقدرش يتحكم في السياره ديالو حتى كيلقاها تقلبات فيه هنايا، ولا بعض المرات كتقدر تبقى تدور به هنايا وسط الطريق الا قدر يتحكم فيها. صراحة على حسب ما قالوا لي الناس ديال الحومة، قالوا لي راه سبق عملوا واحد الشكاية، قالوا لي سبق لهم دفعوا شكاية للجامعة وبالضبط قسم التشوير الطرقي، ماشي أنا، الناس ديال الحومة قالوها لي. أنا عييت ما كناش حتى أنا نصور هنايا، السلام عليكم الله يرحمه والديكم، شوفوا لنا شي حل شوفوا لنا شي حل. حاليا باقي ما كاين والو، باقي كيف ما كتشوفوا الحوادث كل نهار. البارح ولي البارح هدرت قلت لهم الخوت راه هنايا منطقة خطيرة كيوقعوا فيها كسايد. البارح يلاه جيت وصلت للدار ديالنا، عاود كنجمع الزداف، عاود كنجبر كسيدة من هنايا. كنتمناو يعملوا شي حاجة على الأقل، يعملوا فقط علامة تشوير كافية. إلا جبتي واحد بلاكة كبيرة مكتوب فيها منعرج خاطر انتبه، زولت عليك مسؤولية، بعد أنت علمتي ديك السائق، راه قلتي له كاين واحد منعرج خاطر، ولكن أنت ما عمل له لا بلاكة لا والو. السيد مسكين ماجي من مدينة أخرى، ما عارفش هاد الطريق، ماجي ما بين ما عليه، حتى كيجبر هاد الفيراج هذا هنا في كيرلي. الرسالة كنتمناو حاجة بسيطة، يجوا اول حاجه يعملوا واحد المعاينه على الطريق، يجوا يشوفوا يوقفوا على الاسباب، علاش هاد الطريق يوقعوا فيها الحوادث، شنو هو السبب. طبعا يلقاو بلي الارض راه مايله شويه، راه هاد الفيراج هذا ما جاش ماشي معوض، راه حتى المهندس اللي هنايا الله يسمح له صافي عاد الطريق، هادي الطريق راه تعملها هايده. يشوفوا الحل الاول واش يعاودوا يقدوا الطريق، يزولوها يعاودوا يقدوها، ولا كيف ما قلت لك على الاقل يعملوا واحد اللافته كبيره يكتبوا فيها انتباه قلوا السرعه راه هنا كاين منعرج خاطئ. بعدا المهم ماش كتعلم الناس كتحيد واحد المسؤوليه، الا جا شي واحد بالسرعه وماش ما انتبهش عندك بلاكه ولا تجاهل ديك بلاكه، هو كيتحمل المسؤوليه ديالها. المشكل هو كيف ما كتشوف هاد البلاصه اللي كتقلبوا فيها الطوموبيل راه حداها كاين كامبو ديال الكره، كيقولوا العيال الصغارين كيلعبوا فيه، راه هو كامبو ديال الكره، كيقولوا العيال الصغارين كيلعبوا. تخيل مع العيال الصغارين لاعبين لعب الكره، حتى كتسمع مع راسهم بزاف، كيجبروا الله يحفظ الطوموبيل المقلوبه عليها، كتشوفوا مجراو كيشوفوا كل نهار. العواو صغارين كيلعبوا تما والله يحفظ، يكون العواو شي كاميون تقلب عليهم، راه بعض المرات كاميونات كبارين كيتقلبوا هنايا، كاميونات كنهار عامره بالسيمه كبيره تقلبت هنايا. الله يحفظ ما الله يستر وصافي، هادشي اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي
ليصلكم كل جديد.